انا ساخط عليها الدنيا والاخره، والدليل ديالي خليته لها الله، الدليل ديالي هو الله، وخليت لله البزولة. ما نشوفش فيها، كرهتها عايشة باش معطلة. ولادهم جرحوني، انا مبقاش عندي الولاد. الماكلة الماكلة وليدي تنطيبها ونعطيها لهم ياكلوها صغار، لا شاطشي ناكلهم ما شاطشي الله يهني. قلت له هذه اللي حسبت لك وعطيتها لك ووعدتيني؟ قالت لي اذا ما عندك شي دليل خرجي عليا. المشكل اللي عندي مع البنت وليدي، جات عندي قالت لي يما غنمشي لفرنسا، عتقيني ورحميني لما سلفيني. قلت لها ما عنديش هذه اللي عندي غادا نرهن بيها. قالت لي والو عطيها لي يما انا مزوقه فيك عطيها لي. عطيتها لها انا والحيوط، انا والدار خاويه، ما كاين حتى واحد. حسبتها لها عطيتها لها، سلفت من طنجه ديال طنجه ردتها لهم حيت عندهم الدليل، وانا ما ردت لي والو، كلاتني حيت ما عندي دليل. كنت نجمع فيها، ما خليت فين خدمت وما خليت فين درت، عين تهنى من الكران كريبي نرهن بها ونتهنى من الكران، ما خليتها ليش داتها. النهار اللي بغات مني بنات دارها لحقت ولات لاباس عليها وبنات دارها، قالت لي ما عندك فين تسكني عندي. قلت لها عطيني رزقي، قالت لي ما تسالينيش سيري دعيني. مشات لبرا ولحقت اللي بغات ودار دارها قدا قداش، وعيت ما نطلب فيها، قالت لي ما عندي ما تسالينيش، ما عندك شي دليل خرجي عليا. تعايش انا وياها بخير، دار وحده كنا لا كاريه، كانت عي كاريه حتى بنات دارها، واللي مشات لفرنسا وهي كاريالي انا وياها وخوها بجوج، عنده جوج الاولاد، وبقينا كارين عندها، بقينا كارين. نهار اللي بنات دارها جات طلقت الكرا ودات خوها وخلتني انا، ضغطتني انا، دات خوها معها عساس عندها في الدار. قلت له علاش انا سمحتي فيا ومشيتي؟ قالت لي انتي ما تتساليني ما تنسالك. قلت له هذه اللي حسبت لك وعطيتها لك ووعدتيني؟ قالت لي اذا ما عندك شي دليل خرجي عليا. ايش درت عليا مع 12 الليل؟ قالت لي لا. قلت لها علاش دابا اخوك فضلتي عليا انا، اخوك اللي عطاك؟ قالت لي داك الشغل شغلي انا. قالت لي لا بغيت لقنتي نحل لك الباب وخرجي بحالك. قلت لها لا لا الباب محلول انا نخرج. قالت لي ولا بغيتي تخرجي خرجي دابا. 12 الليل خرجت بحالي ومشيت، مشيت عال حدا لهنايا، جيت السويقه لهنا حدا الفران حدا ديك فيما تدير المسمن، صرت واحد البلايصه خاويه جلست فيها ما استفدنا بشي. على حقاش مشي كنت جايه على قبل ضغط ضغط، ما بقيتش نعرف فين غاديه، حليت عيني جبرت راسي في البرج من الزهوه للبرج، يبان ليا في الزهوه في الدار عندها فوق الزهوه حدا احمد امين الدخله ديال الحاج قدور، وانا حطيت راسي بينت راسي وخليت رجليا الفوق وراجلي بينت له هذا شي شنكار نشوف. ديك الشنكاره ما داز بجوج عيالات من الحمه، وحده تقول لها نزيد، اخرى تقول لها نزيد، اخرى تقول لها نزيد. قالت لها وحده نزيد، انا خصني نزيد، غنمشي لعندها، هذه مراه ماشي شي حاجه هنايا. زادت لعندي قلبتني بالسخاين، قالت لي تمشي معايا؟ قلت لها فين؟ قالت لي عاودي معايا. قالت لها ما تديهاش واحد المراه، قالت لها ما تديها، قالت لها عنديها انا، عندي هاد المراه غادي نقدها لله في سبيل الله، شي حاجه عندها. دخلتني للدار 4 سنين وانا طايحه برجلي، لا نوضة لا والو، ما تنوض ما والو، عين الناس يجيبوا لديك المراه ويعطيوها باش دير لي السكانير وباش دوز لي وباش ما توكلني وتشربني مسكينه، وعندها عيب الراكه ما عندهاش حتى 6 نفوس وانا 7 في وسط ولادها، ما بانيه ما والو، عندها عيب الراكه. وخدمت الحمام، دازت عليا ديك الليله وليدي 4 سنين ما ساهلاش، وانا طايحه برجلين طايحه صافي من لحمي ودمي، ودارت لي هاد الفعل. نهار اللي مشيت قالت لي سيري دعيني، مشيت دعيتها، مشيت دعيتها، دخلت السيد على اللي تيدي الوكيل، قال لي ما عندك دليل، سيري الاسره وديري النفقه. مشيت الاسره درت النفقه، ثاني قالوا لي ما عندك دليل، مشيت طلعت خوتها شهدوا فيا،
4 المليون اللي فرقت على خوتها بجوج، جوج ما دعيتهمش، وهي مولات الامر دعيتها هي وخوها، طلعوا شهدوا فيا، عطيتهم 4 المليون، قال لما نطلع نشهد فيها حتى تعطيني الرهن، رهنت له عطلع 4 المليون باش شهدوا فيا. وانا تنقول لهم سيروا بحالكم، راه ما داعياكمش، انا مولات اللي دات لي فلوسهم ما تسوقوا ليش كاع، معرفوني كاينه ولا ما كاينه، ولادي ولاد كرش، الماكله الماكله وليدي تنطيبها ونعطيها لهم ياكلوها صغار، لا شاطشي ناكلو ما شاطشي الله يهني، اصحابي اش يديروا لي، كرهوني كاملين، كصابوني كقتلوني وما يحسوش براسي، حتى واحد ما تيجي عندي حتى درهم، هادي 5 سنين دابا حتى درهم ما عطاوها لي، ما قال لك نعطيها لهم نمشيو نفكروا فيها ولا يعيدوا عيدهم، العيد الصغير يدوزوا ماكلتهم وشربهم وما عرفونيش، عام مع الجواد عام مع الناس، كل نهار ندخل على دار هاد المرات تقول لك ما تمشي حتى لشي بلاصه، جلسي معانا هاد السيده هادي الله عمرها سلا، واكله شاربه معاها مسكينه، ما تقول لي حتى شي كلمه دلاي، لا سطو في الناس ما سطوش في ولادي، اولاد واش يديروا لي، دايروا لي بحال ما قال لي ولادي معذبني، جرحوني بزاف ولادهم جرحوني، انا مابقاش عندي الاولاد، جوجتهم جوج جوجتهم وهما يتزوجت في فرنسا، وحده جوجتها هنا، هي 4 كلهم درت تزوجوا وكراو الراس، ما عندنا ديور عكراو وما عرفونيش، زوطوني ما عقلوش عليه، ما عقلوش عليا كاع، ديك 6 المليون كرهوني الولاد، الجوج كرهوني، كل شي كرهني، علاش تعطيها هي وحنا ما تعطيناش، وباهم انا مرضيه مع والدي، باهم حكم عليا معوق وديته، وتنقول تيقول لي تبعي الرضا وخذي هذا، وخديته وخدمت عليه على صغري 12 عام وانا خدامه شاده الجفاف مع عباد الله، حتى كبرت هاد الولاد، جوج مشاو عند الله تويميا وربعه بقاو، شي ربح ما سطوه، ما داروا لي والو، خدمت خدمت ما خليت فين خدمت، ما خليت فين خدمت وما خليت فين، لا في الفلاحة ولا في الموقف ولا ما خليت فين درت، عيب باش الرهن موحل ما الكرا غلبني، مبقيتش قادة بالكرا، زعما نجمعو كاملين ونديرو، حتى جات ما عرفتها منين سلطت بيا، ما عرفتها منين جاتني، ما بغاتهمش يبقاو في الزنقة ونعيشو كاملين، وانا نرهن لهم انا اللي ضربت عمال الرهن لهم، ونعيشو كاملين وعيت هلاو فيا ويحنوا عليا والو، تجات داتها حسبتها على بيد وليد، حسبتها على بيدي، غدرتني بنتي، بنتي اللي غدرتني، ما غدرني حتى واحد، ما نقول سرقوها لي، ما نقول داوها لي، عيب بنتي، عيب بنتي اللي داتها لي، 6 المليون شد انا 30 ألف ريال، جايبها لي العون قال لي هاكي 30 ألف ريال، قلت لي ما نشدهاش، عديها زوطها ولا رميها، ولا ولي ردها لها، انا ما عندي ما ندير بها، عندي ما نقول لها، ما قلتش حتى في الاول ما بنت لي شيء، ما دات حتى حاجه، ما قالت لي لا يديك ولا خليك، راه شافت الاول والثاني وهذا الثالث وما دارت والو، واش هذيك عاد عط زعما ترطاب وتقول لك اشنو هاش انا تعطيني ما نشوفش فيها، كرهتها عايشه باش معطل، ما تجيش اوليدي باقي ما عرفتيش هاد، ما تجيش كافره ما تجيش، عندي ما تلحق 5 سنين وعاد عتجي عندي دابا، هادي 5 سنين ويا رامياني ويا مزوطاني، داز عيد عام جديد واكله وشاربه والدار قداش، لا ديتك ليها تشوف الدار كي دايره، وعاد تشوف فيا انا تقولك تهنيت منها وعاد تجي لعندي، ما بقيت طالبه منها والو، عيرة مسخو الدنيا الاخرى، انا ساخطة عليها الدنيا والاخرة، والدليل ديالي خليته لها الله، الدليل ديالي هو الله، وخليت لها الله والبزولة. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.